كريم طابو ايضا انا شفته الاسبوع اللي فات و عند الدراس ماهوش داخل الحبس لانه كان بزاف اللي اولوا كلام انا تكلمت لانه كريم طابو شفت وانا مجموعه من المحامين السمانه اللي فاتت يوم الثلاث اعتقد وحكينا واش صرا هو تم تعنيف وتعرض للسب والشتم من طرف المحققين في لاكازير تاع عنتر ولكن في المؤسسه العقابيه المعامله عاديه ولكن راهو في زنزانه انفرادي هذا هو اللي قلنا يعني الطريقه مكامله باش تكون الحقيقه ماشي كم كان الشباب اللي تم اعتقالهم في شهر سبتمبر لكن اللي معتقلين من شهر جوان تاع الرايه الامازيغيه سي برقعه بوماله بالعربي هذو ما همش في اضراب على الطعام لانه حتى لو كان تحب دير اضراب على الطعام هذه مسائل تتطلب انه يكون تنظيم تتطلب انه يكون مشاوره مع هيئه الدفاع حتى تكون عندها صدى.